بنحبها. احنا بنقول لك كل سنه طيبه. عايز اعرف منك عشان مش هاخدش وقت كتير منك، تصنيف المسلسلات السنه دي رايك فيها ايه؟ ايه اللي وقع وايه اللي طلع اللي كانش متوقع؟ لو انت بتختار الخمسة، يعني ممكن اقولك ان الخمسة اللي تصدروا المشاهدة السنة دي في المسلسلات وفي الدراما، احنا تقريبا في انتاج حوالي 36-37 مسلسل معروضين. اهم الاعمال اللي هي تقدر تقول يعني عملت مع الجمهور تماس وحياة رد فعل، سبع وصايا، سجن النساء، عادة تنازلي، ابن حلال، دهشة، يا الفخراني. في أعمال تانية متواجدة والناس بتتابعها بمنطق أنك لازم هتشوف، إذا كانت هيفاء وهبي في أول تجربة ليها فأنت بتشوف هيفاء وهبي عاملة إيه، محسوبة على الغنى أكتر فبتشوف دورها كممثلة وفي دراما تلفزيونية عاملة إزاي. تامر حسني عنده شريحة من الجمهور أكيد بيتابعوا شغله وبيشوفوا برضه مسلسله وأخباره إيه. بس أنا دول اللي هم يتصدروا زي ما بنقول السباق في دراما رمضان 2014. الخمسة دول بناء على مشاهدة الجميع ولا رأيك الشخصي؟ لا ده بناء على انا يعني انا مشاهده، انا بشوف كشغل ليا، انا بقعد اتفرج واشوف تصنيف المسلسلات والمجهود اللي مبذول فيها قد ايه كمان، وحتى التطوير والافكار. كمان ممكن اقول لك بالنسبه لي كان المفاجاه ابن حلال، واحنا قلنا المفاجاه الثانيه احمد مكي استمراره ان هو في الكوميديا. بقى لو احنا دخلنا على الكوميديا كمان، مكي مواصل نجاحه وتالقه للموسم الرابع، يعني هو عارف كويسه بيشتغل ازاي. نفس الحكايه بالنسبه لي محمد سعد، وناس كتير هتتفاجئ جدا، انا بحب فيفا قطاطا يا جماعه وهعترف. يعني المسلسل يعني طول الوقت كان عندي تحفظ بمنطق ان سعد ما بيخرجش بره الجلبيه الليمبي ومش عارف يقلعها وخايف، فانا قررت احط نفسي مع الناس اللي شايفه الشخصيه زي وبتحبها، فاكتشفت انك لا، انك بتستمتع بالعمل. وحقيقي سامح عبد العزيز مخرج عنده حس كوميدي عالي جدا، وبينه وبين سعد هارموني كبير قوي، والمسلسل فيه مجهود مبذول. يعني انا بتخيل الممثل اللي يبقى عنده قطاطه بالتركيبه دي بالمشيه دي بعوجه العين دي، فده مجهود جسدي وعصبي فظيع لاي ممثل عشان يعمله. كمان النقله اللي هو بيعمله للليمبي وبيرجع لازمنه مختلفه، يعني يمكن ده اللي هو بنسميه في السينما البارودي، او ان انت بتحاكي اعمال كلاسيكيه، فبيرجع هو بياخد كذا عصر وكذا مسلسل وكذا افلام من الكلاسيكيات وبيسخر بنوع كوميدي منها، فهو عامل المفارقات بشكل ده وعاملها ذكيه جدا. فانا شايفه ان شخصيه، لو بتقولي في رمضان الشخصيات كمان اللي فرقعت، في الكبير قوي حزلقوم مرعب حقيقي، شخصيه كوميديه من طراز رفيع، التركيبه اللي عاملها مكي وفيفا وقطاطا. طيب على الجانب الاخر كان في منافسه خاصه كده للجنس الناعم، يعني كان في غاده عبد الرازق، كان في لاول مره نشوف مريم فارس، نشوف هيفا، نشوف كده يعني اللي هو كده الحموات، يعني في ستات عاملين كده، في شمس، ليلى علو، ايه رايك في بص هقول لك، هو الدراما السنه دي انا شايفه ان النساء صاعدات بقوه واكتر، يعني وده كمان يساعدني، لان حتى انت شفت، انت قلت اسماء نجمات، بس كمان في حتى شباب وشابات صغيرين جدا في ادوار صغيره وهايلين، في وجوه جديده صاعده بقوه، في سهر الصايغ، في كمان هنلاقي نسرين امين في سجن النساء عامله دور هايل، في اكتر من وجه جديد. فانا شايفه ان الدراما فعلا في على مستوى شغل النساء السنه دي لامع جدا وواضح بقوه. يمكن نيلي كريم بتعلى، وبتعلى كمان نتيجه شغلها مع كامله ابو ذكري، لان هي ممكن في مسلسل تاني سرايا عبدين مش نيلي، يعني تحس ان هي حاجه تانية، مش نيلي، مش بنفس التوهج اللي في سجن النساء. هتلاقي كمان ان عندك مريم فارس. بص مريم انا عندي مشكله، التمثيل مش عياط، يعني هي ظلمت نفسها لان هي ناجحه جدا في الغنى، بس هي طول الوقت بتعيط، يعني ممكن اول 10 حلقات من المسلسل عياط هستيري، فتعيط. لا ما هو ده مشكله مخرج كمان معاها، وهي بالاساس يعني انت دخلتي اشتغلت مسرح قبل كده وكانت بتقف على المسرح وعملت فيلم قبل كده مع المخرج السوري حاتم علي، فاقصد ان هي كانت هنا تبقى عندها وعي شويه ان ممكن يبقى الانفعالات، يعني هو الحزن مش لازم تعيط بالمناسبه. يعني انا هضرب لك مثل بفنانه مصريه انا بشوفها عظيمه اسمها حنان يوسف. حنان اللي هي عامله دور القواده في سجن النساء، اللي هي بتاخد بناتها تشغلهم تاخد دور. حنان ليها مشهد شهير جدا في فيلم اسمه عين شمس بتاع ابراهيم بطوط، موت بنتها مفيش دمعه نزلت من عينيها، بس المشهد ده انا ما بنساهوش من 4 سنين. ده الممثل، انت تفضل فاكر مشهد هو اشتغله ازاي. فمريم عياطها افسد علاقتها بالتمثيل، فهي لازم لو عايزه تمثل تاني بعد كده انا شايف انها تاخد كورس متخصص عند حد بتاع تمثيل يقول لها تمثل ازاي. يمكن هيفا يعني ظهرت افضل من فيلمها مع خالد يوسف حقيقي، يعني معاها مخرج برضه سامي واعي جدا، اشتغل عليها، اشتغل على صوتها ازاي تعمل ده، فعملت دور حبيبه في كلام على ورق عاملاه بشكل معقول الى حد ما. طب بالنسبه للبعض اتهم مي عز الدين ان هي نرفها عالي في المسلسل، ايه رايك؟ انا ما بفهمش مي عز الدين حقيقي، يعني انا بفهم ان ما يبقى بني ادم عنده جمهور وناجح
ان هو بيطور من اداءه ويشتغل على نفسه. التمثيل مش صريخ يعني، شوف يعني مريم بتعيط ومي بتصرخ طول الوقت، فانا شايفه ان ده يعني اوفر، هي طول الوقت اوفر في رد فعلها. والبنت الشعبيه مش لازم تبقى طول الوقت بتشوح، على فكره احنا كلنا عندنا جزء من اصلنا شعبي وكلنا متربيين، ممكن تبقى بتنزل السيده وتنزل بتشوف الناس ما بيشوحوش على فكره خالص، ومش لازم يبقى الزور كده والعينين مبرقه طول الوقت. فدي مشكله فظيعه جدا ان الممثل بيستسهل فكره الاكلاشي، يعني انت جالك نص تحاولي تعملي حاجه مختلفه. يعني في ممثل بيقعد يجيب كراسه ويشتغل على التفاصيل، ما يستسهلت زيها زي كل فيلم عملته قبل كده او اي حاجه، فبس كمان الصريخ بقى اعلى. السنه دي شفنا برامج مقالب كتيره جدا، يعني مع رامز اللي هو بنشوفه كل سنه، شفنا فوقش، شفنا لعنه الفرحنا، يعني شفنا. ايه رايك في الموضوع؟ ما بحبش برامج المقالب، وبالذات البرامج اللي بقى فيها لعب على مشاعر الناس انك تخوف وترعب، انا ما بحبش النوع ده خالص. ودايما بضرب مثل ان زمان احنا تربينا على الكاميرا الخفيه، وكانت في برامج الله يرحمه استاذ حسين الامام كانت بتبقى هايله جدا وبتضحك جدا بالمناسبه، لانها بتقوم على فكره الموقف الكوميدي والمفارقه، مش انك ترعب البشر وتلعب على اعصابهم حتى لو هم عارفين وقضين فلوس. انا بكره النوع ده من البرامج. يبقى انت ضد رامز وضد فوش وفؤاد بقى بالذات. انا عايز اقول لك يعني رامز قول ده شغله وبيعمله بقاله كذا سنه، بالنسبه لي انا محمد فؤاد سلام متربي على صوته، يعني انا من الناس اللي فؤاد ده بالنسبه لي كان حاجه يعني، ومن اهم الممثلين المطربين اللي مثلوا، فانا شايفه ان اللي هو عمله ده خد كيرف ونزل، يعني ما كانش المفروض محمد فؤاد يعمل ده اصلا، مش منطقته. اشكرك ومعلش على الطنق ساعد. يلا